يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا منة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. النهاردة يوم إفريقي بامتياز. النهاردة 25 مايو، في مثل هذا اليوم بالتحديد عام 1964 تأسست منظمة الوحدة الأفريقية. النهاردة بتزامن هذا اليوم زي ما قلنا لحضراتكم مع ذكرى مرور 60 سنة على إنشاء هذه المنظمة. خلينا نقول إن منظمة الوحدة الأفريقية اللي اتغير اسمها للاتحاد الإفريقي يوم بعد يوم بتثبت إن هي منظمة فاعلة وبتشتغل على الأرض، وبالتأكيد مصر أو الدولة المصرية اللي بتعتبر عضو مؤسس لهذه المنظمة وضعت القارة الإفريقية فيها على طريق الاستقلال، على طريق الوحدة، وعلى طريق التنمية، وساهم عبد الناصر في هذا بشكل كبير. علشان كده تظل مصر بتعمل على تحقيق المصلحة الإفريقية ودعم الدول الإفريقية سواء من هذه المنظمة أو من كل المنظمات الدولية والأممية اللي بتعمل على القضاء الأفريقي. أكيد الحقيقة أن مصر عندها التزام تاريخي بتحقيق الوحدة والتضامن والتعاون مع كل الدول الأفريقية. فعهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدفاع عن مصالح أفريقيا بقى موجود في صدارة سياسة مصر الخارجية اللي بتقوم بدور فاعل في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، كمان تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كل المجالات. ده بقى واحد من ضمن الأولويات إن لم يكن على رأس قائمة أولويات الدولة المصرية وسياستها الخارجية في الفترة الأخيرة. صحيح، ونتذكر جيدا لما مصر تسلمت رئاسة الاتحاد الأفريقي الجهود المصرية الحثيثة. مصر كانت بتسوق حرفيا للمشروعات الإفريقية، راحت اليابان، راحت لموسكو، راحت لعدد من العواصم الأوروبية من أجل تسويق الفرص الاستثمارية الواعدة للقارة الإفريقية. تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه عدد كبير من الزعماء الأفارقة أثناء رئاسته لهذه الدورة من سنوات الاتحاد الأفريقي. يمكن واحنا بنتكلم دلوقتي عن هذا التعاون المصري الأفريقي، مدينة شرم الشيخ بتستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي. ما نقدرش ننكر ان كان فيه اهتمام كبير بكلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذه الاجتماعات. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال تحديدا ان مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. يمكن علشان كده مصر دايما في قلب أفريقيا، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات وفي كل المؤتمرات وفي القمم كمان اللي بتعقد على مستوى القارة أو على المستوى الدولي، بنلاقي سيادة الرئيس بيركز على حشد جهود المجتمع الدولي من أجل دعم التنمية في قارة أفريقيا، وكمان دعم الاستقرار والسلم والأمن في كل الدول الأفريقية إن لم يكن طبعا في العالم أجمع. بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.